المزروعية، وصلت المزروعية سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، بينما المركز الرابع هنا في هذه اللحظة هذه القادمة سلهودة لهجن ند الشبة مع سالم سعيد، وهناك على المركز الخامس عودة إلى البداية والحذر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد، وهنا دخول قادمة من الشاهينية اللي بدأت الآن تتقدم لهجن العاصفة بقيادة سعيد بن سالم التي بدأت تصل للمركز السادس، بينما المركز السابع نعود مع الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن نزيم المسافري، والمركز الثامن يا سلام يا سلام يا سلام من خالي الظبي. هنا تبدأ أيضا لهجن العاصفة مع سعيد بن سالم الذي يعلن أيضا الإثارة، ولكن عودة عودة للمقدمة عودة للبداية عودة عودة إذا في المقدمة لهجن العاصفة، والمركز الثاني وعد وعد قادم مع المركز الثاني لهجن العاصفة، والمركز الثالث هناك الشاهينية في المركز الثالث أيضا لهجن العاصفة، وتقدم الوعد وعدت 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 وانطلقت وقدمت هذه الأسماء هجن العاصفة ما شاء الله في انطلاقتها وبدايتها القوية ومسارها المتميز الذي يبدو في هذه اللحظة على الصدارة، هنا احتلال المركز الأول ما شاء الله وتبارك الله، تهانينا والناموس للمرة الثانية لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وشكرا أيضا يا سعيد بن سالم أيضا من خلال الإثارة والتحدي والإثارة. الله 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 هذه وعد والوعد كالرعد، والناموس في المركز الأول. المركز الثاني تبدو النجود في المركز الثاني لهجن العاصفة، والمركز الثالث شاهيني لهجن العاصفة، المركز الرابع بيان صاحب الإنجاز من أسبوعين، أول افتتاح كان رصيده المركز الأول، واليوم يبحث أيضا عن الإنجاز. ها هو ظبيان وتلاحقه ظبيان لمثلنا، يطرم بناته قاطعات الهنة عقب التعب فرحات والهنبنة، مثل حسين الفرض لمنقنا بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي، لكن موفق يقول أنا موجود على مقدمة هذا الشوط. بدت تلوع في عيونه المنصة وهو على المقدمة بدون أي أوامر تذكر حتى هذه اللحظات، ركض تلقائي وظبيان يلاحق موفق على مقدمة هذا الشوط، لكن الموفق على المقدمة بدأ يزيد من السرعة عندما سمع حركات ظبيان وهو يلاحقه على مقدمة هذا الشوط، يقول أنا موجود على المقدمة. سلام سلام عليك يا هجن العاصفة، سلام سلام عليك إمبراطورية هجن العاصفة، باحثة عن الهاتريك في صباح هذا اليوم. الله هو أمامكم يسير يتجول يتقدم، لكن في النهاية يقدم عروض للمتابعين، يقدم عروض للمشاهدين، يمتع جماهيره يمتع جماهيره، كل من يتابع هذه الشعارات، كل من يتابع سباقات دبي ريسنج وكذلك سباقات المرموم يجد المتعة والإثارة في كل الشعارات الحاضرة. هنا هجن العاصفة تتقدم، هجن العاصفة تسير وتنافس، ها هو يسجل لنفسه حضور مع بداية هذا الموسم، تهانينا وناموس لهجن العاصفة على هذا الفوز. المركز الثاني هجن العاصفة، المركز الثالث الوشري اسمه شيخ راشد بن حمد المكتوب، والمركز الخامس يدينا الأعزاء هجن ند الشبه هنا من خلال التدهال الكريم. مشاهدين الأعزاء الأسماء القادمة من خلال الانطلاق والتواجد، نعود بالتوقيت الزمني مع طول شوطنا الرابع في هذا الصباح، التوقيت الزمني 6 دقائق من شاط الوصول 14 ثانية بالوفاء والتمام. تقترب من خط النهاية وهي محتلة المركز الأول بمعيتها أيضا اندار. يا سلام 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 عليه يا هجن العاصفة، تهانينا لهجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز شاهينية بالمركز الأول. المركز الثاني انذار لهجن العاصفة الثالث بلي سمو الشيخ بن عبد الله بن أحمد المعلى.
الشاينية اللي اسمه الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الخامس زعفور اللي اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. هذه النتيجة وريت الزمني ساعة الشاهينية إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة الأربعة كيلومتر في زمن وقدرة 6:15.5 نينة لهجن العاصفة. تها أيضا لمضمر هجن العاصفة سعيد بن سالم على هذا التضمير على هذا الأداء الذي قدمته هجن العاصفة في المركز الثاني. انذار 6:15.9 أجزاء من اشتعال والنصيبة ومتعب سلام. اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة تبادل بإخوان المضمرين لكن اشتعال تشتعل الحبل الكريم إلى المركز الأول وإلى صدارة الشوط باسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يا اشتعال على المركز الأول تشتعل. متعبة تحاول متعبة فريد هذه اللي قلت لكم حيونكم هذه فريد اشتعال فريد اشتعال ولكن فريد تتسلل فريد في اللحظات الاخيره. هجن العاصفه تفوز بانطلاقه هذا الشوط مع فريد. المركز الثاني اشتعال اسمه الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. متعبه في المركز الثالث هجن الزعبيل. المركز الرابع النصيب اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. والمركز الخامس شعار هجن العاصفة. هكذا يا الحفل الكريم الأربعة والخمس المراكز الأولى بهذه الانطلاق. نسيدين الكرام بحضراتكم المثير مع هذا الانطلاق الرائع واللحظات الأخيرة وجولة الأوامر النهائية. التسلل نتابع الانطلاق المثير والشادي. الشادي بدأ ينطلق في هذه اللحظات ويشدو على مقدمتي هذا الشوط ولكن معاند مع المركز الثاني. معاند والشادي الشادي ومعاند واللحظات الأخيرة التحديات المثيرة. مشاهدينا متابعين الكرام الانطلاق المتميز الشادي صامد ولكن معاند بشعار هجن العاصفة. يحاول محاولات جدية اللحظات الأخيرة التحدي الأخير والشادي. الشادي ومعاند معاند والشادي اللحظات الأخيرة من حين الأعضاء خط النهاية. المركز الثالث يأتي في منذر بشعار هجن زعبيل. المركز الرابع الحذر من هجن ند الشبه. المركز الخامس تسلل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الطليلي لسعادة الشيخ فيصل بن عبد الله مد المعلى بقيادة ناصر بن عبد الله المدهوش من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول معلن الفوز معلن الأوامر بدون أي أوامر تذكر حتى اللحظة. ينطلق بصدارة هذا الشوط. تهانينا والناموس تهانينا لداعم هذا الشعار سمو الشيخ عبد الله بن احمد المعلى له التهنئه. هناك ابو فيصل في هذا الاداء الجميل. تهانينا لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن احمد المعلى. ايضا المضمر ناصر بن عبد الله المدهوشي. لحظه النهايه المركز الثاني وصل متعب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم. المركز الثالث مهند سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم. المركز الرابع وصل ما يهاب من هجنة غدوم من الشادن على المركز الثالث لاسمه الشيخ أحمد لاسمه الشيخ أحمد يضمرها سالم بسعيد بن منانة. وهناك تغشب من هجن العاصفة في المركز الرابع على اللحظات الأخيرة ولكن رايا
رايه اللي على راس حربه هذا الشوط، رايه تنطلق بناموسي هذا الشوط، تهنا لهجن العاصفه على هذا الفوز. مشكور سعيد بن سالم على المتابع. المركز الثاني هملوله لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، اتغش في المركز الثالث من هجن العاصفه. المركز الرابع تاتي فيه الشادن لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس برهومه لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. عوده الى التوقيت الزمني مع ابو عدنان وعلى شاشة دبي ريسنج في ميدان المرموم، تحفة الميادين، الميدان الذكي في هذا الموسم الجميل والرائع. وهذه راية بالإعادة مع التوقيت الزمني. الانطلاقات رائعة واللحظات الأخيرة، جولة الأوامر، جولة الأوامر النهائية، الصدارة والمقدمة. نتابع نتابع البداية والمقدمة. أرهني شود على رأس الحرب يا الرشوط بهذا الاندفاع المثير وبهذا التألق، بهذا التألق بشعار هجن العاصفة وقيادة سعيد بن سالم. من يتابع هذا الانطلاق المثير؟ قفلت على مجريات هذا الشوط، تهانينا وللمرة التاسعة هذا الانطلاق المثير. للمرة السابعة، مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا لهجن العاصفة على فوز شودة بالمركز الأول، تهانينا للمضمر سعيد بن سالم المركز الثاني. تاتي في أيضا الشهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المركز الثالث، منه من هجن العاصفة. والمركز الرابع التحديات من براقر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الخامس من ياسر. المركز الثالث مغادر ايضا من هجن العاصفة مع سعيد بن سالم في التضمير. يا سلام، التحديات جميلة. الله، هنا النشمي، النشمي وهناك مليح، النشمي ومليح في تحدي جميل وفي صراع لنيل الفوز ولين الناموس. الله، عاد مليح، النشمي ومليح. الله، التحديات جميلة، ولكن هنا النشمي، الاقرب للفوز وللناموس. تهانينا لهجن العاصفة ومالكة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنية لسعيد بن سالم في التضمير. المركز الثاني مليح لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم النبي. المركز الثالث وصل هنا ايضا مغاد هجن العاصفة. المركز الرابع كان شاهين من هجن الشباب. المركز الخامس طبوش من هجن زعبيل. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الاولى، واستطاع هنا ايضا يعلن الرقص في هذا الشوط، يعلن الاندفاع القوي على المركز الأول من هجن العاصفة الذي هو شاهين، يضمر سعيد بن سالم يقوده في التضمير. بينما المركز الثاني النداوي، لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر النداوي أحمد بن سلطان بن رشيد، ولكن لا زال شاهين، والنداوي، وشاهين، وهناك نجد، والنداوي وشاهين، الاثنين في صراع قوي واللحظات الأخيرة، ولكن شاهين هجن العاصفة، النداوي وشاهين، والنداوي، النداوي ينتزع المركز الأول. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثاني شاهين من هجن العاصفة، نجد في المركز الثالث لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع وصل فيه مولع من هجن العاصفة، والمركز الخامس الذي وصل فيه مياس من هجن زعبيل. دفعت وانطلقت بناموس هذا الشوط واللحظات الأخيرة. هملولة قادمة مع المركز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ومع المركز الثالث نتابع وعد، مع المركز الثالث بشعار هجن العاصفة. اللحظات الأخيرة، أبرار تسيطر، هملولة قادمة، اللحظات الأخيرة، أبرار على مقدمة هذا الشوط. تهانينا وللمرة العاشرة في صباح هذا اليوم لهجن العاصفة.
اللحظات اللحظات توصل تهاني لهجن العاصفه المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان برا المركز الثالث وعد من هجن العاصفه المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد الرايد المكتوم والمركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هذه النتيجه للمراكز المتقدمه لنا عوده مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول أبرار إلى خط النهاية تأتي بتوقيت زمني مقدار هذه لحظات الوصول إلى خط من هجن ند الشبع وعجيبة عجيبة من الجانب الآخر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم هنا مع المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد. يا سلام التحديات جميلة الله الله يا سلام ثلاثية ثلاثية جميلة جميلة بشاير وهناك عجيبة 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 تتسلل العجب من عجيبة بالتسلل على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. تهانينا تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز عجيبة بالمركز الأول. تسلم على هذا الانتاج انت سلالة متعب وانتاج اليلايس. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد وللمتعب الصغير سعيد بن محمد بن سعيد بن مراشد بشاير في المركز الثاني من هجنة الشباب المركز الثالث شعاع مزعة المرأة من هجنة أيضا ند الشباب موصلت على المركز الرابع والمركز الخامس من هجن العام